ايوتم هنايا، انا بيدي هنايا، لاصق هنايا، مي عدلت هاد الاستوديو وانا جالس في هاد البلاصه هادي ما كنتزعزعش، ما باقي والو، نبقى نجيب ديك البطانيه ومتكلميش والناس هنايا اخي ديالي، بلاصه واعره اخي، الرومانسيه والصوره ديالي حدايا، صورة ديال النمر حدايا، شنو باقي خصني؟ واعره هادي. مرحبا بكم في فيديو جديد مع عمر الطنجاوي الخاوي ديالي، كما قلت لكم ستوري تايم، مره غادي نبقى نحط لكم واحد قصه صغيره هايدا. هاد اليومين حطيت لكم واحد ستوريا ديالي اللي انا عاود لكم فيها كيفاش في المدرسه ما كانوش كيهضروا معايا التلاميذ، كنشكل خاطر على التلاميذ. عيطت لي الوالده قالت لي الله يا وليدي، الله يا وليدي، وبكيتيني في ديك الفيديو، حيتاش الوالده كانت عارفه هذيك الشيء، قالت لي جاب الله نسيته، عاود زعما كيفاش الظروف اللي عشتها. الوالده فكرت في ديك الشيء، قالت لي ضحكتيني وبكيتيني. قلت لها الوالده هادشي اللي عطى الله، قلت لها خليها هيداك والسلام. بوينو القصه ديال اليوم كنت غنقول لكم، قلت لكم في ديك ستوريا هذيك، قلت لكم باللي انا يعني كنت كنقرا في واحد المدرسه، وديك المدرسه ما كانوش كيهضروا معايا يعني التلاميذ ديال ديك المدرسه، والاستاذه ديال الرابع كانت داس عليا واحد النظره خايبه، اللي انا كندي فلوس نبا يعني كنسرق فلوس، بقات كدي عليا ديك النظره هذيك، قالت هذاك يعني شفار يعني نتوما كتعرفوا ملي كدير لك شي واحد شي نظره خايبه واخا تعمل له اللي عملتي له صافي كيبقى يدي عليك نظره خايبه الى حتى تموت. وديك الاستاذه بقات كدي عليا والنظره خايبه، بقات كدي عليا نظره خايبه ونجحتني وطلعتني من الخامس، قريت الخامس وقريت السادس. مي وصلنا للسادس نعم ماشي دي نعم سي هي هذيك باش نفتتحوا هاد القصه هذه. القصة اللي غنعاود لكم اليوم كيفاش انا حتى جيت انا الاول في المدرسة ديالي في تجويد القرآن الكريم، كيفاش زعما باش دخلت وكيفاش هادشي باش جيت نعاود لكم. كيما قلت لكم انا الصغر ديالي ملي كنت كان الوالد ديالي تبارك الله الحمد لله كنحمد ربي ونشكر على الوالد ديالي اللي رباني وعلمني القرآن وقراني. يعني الوالد ديالي ملي كان كتجي الساعة ديال كنا كنقراو في الشتوى والايام عادية ديال الصيف كان كيديني الجامع، انا باقي كنعقل، ما انا في السوق ديالي ما كاينش كيعجبني قرايه، كل واحد شنو كاين اللي كيعجبو يخدم، انا كان كيعجبني يخدم، ما كاينش كيعجبني يقرا، يعني كنت كنقرا بالدق وصافي. القشماطي كيما قلت لكم، القشماطي الوالد ديالي دائما القشماطي، ما كاين على القشماطي، القشماطي اي حاجه القشماطي كيديني، انا باقي كنعقل، كان كينوضني في الفجر، كيمشي يصلي الفجر ويجي كيدير كينعش شويه كينوضني يمشي للجامع، باقي كنعقل قوس ما خصنيش نمشي للجامع، كنمشي للطواليط عيب باش نتوضى ونمشي للجامع، كنعس في الطواليط هادي ديما عندي الطواليط، كندي معايا حيت هو كينوضني وكينعس لي في بلاصتي. الوالد ديالي كان كينوضني من النعاس باش نمشي للجامع وكينعس في بلاصتي باش ما نرجعش لبلاصتي، كنمشي للطواليط كنعمر راسي غنتوضى، وكتجبد لك اخاي ديالي في الطواليط هيدا، كنبقى ناعس واحد نص ساعه كل ولد ديالي ناعس فهمتي، عاد كنطلع للجامع عيني مقلوبين، عاود طلع للجامع جلس عاود جيب ديك اللوح وكتاب وكدا وهادي، ما نقول اللي قرا في الجامع راه عارف هادشي هذا. انا كنت كندرا يعني تقريبا شحال وانا كنقرا في الجامع، شي 5 سنين ولا 6 سنين، كل صيف ديك 3 شهور ديال الصيف كنضربوها في الجامع، تقريبا الجوامع ديال طنجه درت عليهم، كل مره فين كنقرا، كل مره كيديني جامع جديده. ملي كيديني الجامع تما يعني كنت كنقرا القران، حفظت شويه ديال القران، كل مره كنحفظ شويه، يعني ما بقيتش عاقل شحال من الاحزاب ديال كتاب الله حفظت، ما عرفتش شحال من احزاب، المهم كنت ماشي كنقرا. وكانت عندي واحد الموهبه ديال التجويد حتى في الدار، يعني كان كيعجبني نجود، الوالد ديالي كان كيعلمني نجود، بقات عندي ديك الموهبه هذيك تما باش تعلمت انا التجويد. قلت لكم القصه ديالنا اليوم هي باللي انا كنت كنقرا في هذه المدرسه هذه، جا طلعت من السادس، ملي طلعت من السادس جات في طنجه كامله واحد الجمعيه ما عرفتش اين جمعيه، ولكن واحد الجمعيه في طنجه كامله نظمت واحد المسابقه ديالاش، مسابقه ديال تجويد القران الكريم، عادي يهزوا مدارس ديال طنجه كامله، عادي يهزوا منا واحد وجوج، واحد اللي حفظ القران وواحد اللي تجويد القران الكريم، يعني كيهزوا واحد اللي حافظ وواحد اللي عنده الصوت، يعني اللي حافظ القران بزاف عيهزوه، كل مدرسه كيهزوا منا جوج د الناس. جاونا المدرسه ديالنا، ديك الاستاذه اللي كانت يعني دات عليا نظره خايبه بلي انا كندي فلوس نبا، هي اللي طاوكرت فيها جماعه الدراري هادو، هي عندها كتعرف ديك الدراري، يعني مادام كازو عندها الدراري بزاف، وكانت هي الاستاذه ديال التربيه الاسلاميه،
يعني ماشي ديال التربيه الاسلاميه، حتى حنا باقي كنقراو في باقي كنقراو في ابتدائي، يعني جازو عند الدراري كتعرف شكون اللي كيجود شكون اللي ما كيجودش، بحكم هي فهمتي كانت سنيه هاد الاستاذه هي والراجل ديالها. اختارت شي دراري وداتهم الاداره، انا ما اختارتنيش، يعني انا عاد مشيت سمعت النقه هيدا، سمعت النقه قلت والله سنزعم، فهمتو قلت عادي نزعم. جمعات الدراري وواحد صاحبي كان حتى هو شارك معاهم قبل ما يشارك، انا سقسيتو قلت له اجي كيفاش القضيه، قال لي تجمعنا ثلاثه بينا وداتنا استاذه الاداره وشافتنا شكون اللي عندنا الصوت، قال لي حدا بعطيتنا قلت له ما كرهتش يشارك معاكم، بقى كيضحك حتى هو، بقى حتى هو حكارني بقى كيضحك، قال لي لا كذا ما كذا ما كذا، قلت له والله الا ما كرهتش يشارك، قال لي مشي قول للاستاذه ايمن. مشيت عندك استاذه قلت لها استاذه مغتينا عندي الصوت وما كرهتش نشارك في هذه المسابقه هذه، عملت فيه واحد الشوفه باقي عاقل عليها بحال هيدا، قالت لي نتينا، قالت لي لا ما كنظنش محال. قلت لها استاذه وديك النهار باقي عاقل والله الا الركابي ديالي بقوه ديك الحجره اللي حكرتني الركابي ديالي، انا كنجود الركابي ديالي كيعملوا هيدا كنشبروا بحال اللي كتجوز الامتحان د بيرمي، شكون اللي جوز الامتحان د بيرمي كيبقى شكون اللي كيبقى يتزعزع هيدا. قلت له استاذه وجربني استاذه وديك جوج الدراري كنعرفهم انا عندهم واحد السمعه حتى هما في ديك المدرسه، يعني كيقراو القران وكذا ديما بجلاله والوالدين ديالهم اخوانيين حتى هما يعني معروفين. جلسوني مع ثلاثه بهم زول باقي عاقل، جود الاولاني جود الثاني جود الثالث وواحد العائله اخرى اربعه بهم، بقيت انا الاخراني، جات النوبه ديالي انا شبرتني الخلعه. انا الصوت ديالي ملي كنت صغير ماشي هو دابا، يعني الواحد ملي كيكبر كيتبدل له الصوت، تبدل لي الصوت ديالي ما بقاش بحال اللي كان، يعني كان عندي واحد الصوت ما شاء الله، دابا ديك الصوت هرب ما بقاش. جوت انا، ملي جوت انا سالم المهم كانت في يدي كانت الخلعه فيا، طيرت ديك ثلاثه ديك ثلاثه اللي تمايا وديك العائله طيرتهم. ديك الاستاذه عملت فيا ها، قالت لي الصراحه صدمتيني، قلت لها كيفاش؟ قالت لي صدمتيني تبارك الله عليك عندك الصوت واعر. عملت في المدير هيدا قال لها شكون اللي منعها اختاروا، قال لها اختاروا هذا، اختاروني انا، ديتها احسن واحد في ديك المدرسه، ديتها اكبر سارق في ديك المدرسه ومره ثانيه ديتها احسن واحد في التجويد، من بعد غنمشيو الاقصائيه عاد ديني واحد المدرسه اخرى، وديتها احسن واحد في التجويد في ديك المدرسه هذه، يعني هذا شرف ليلي، يعني كنقول لكم احسن واحد في ديك المدرسه كامله تختاريت انا. ومن بعد عملوا واحد الحفله تمايا وطلعت انا يعني في واحد المنصه، نعم يا سيدي منصه كبيره كتفهم، طلعت فيها جاتني الدوخه كنشوف الامهات والاباء والجمعيات وموالين الحي خلطوا تمايا، وانا كتفهم بواحد القندوره هايده وطربوش في يدي قران وكنزود لهم تمايا، جوت لهم نعم يا سيدي دينا شي تصاور، ما شفتيش ديك التصاور ما عرفتش واش كلاوهم ما عطاوهمناش كاع، ديتها احسن واحد في ديك المدرسه هذيك. جات الساعه اللي عاد ديت زيار بارديدو، بارديدو عاد زيار صافي، ديتها احسن واحد في ديك المدرسه، استاذه قالت لي صدمتيني وتبارك الله عليك عندك واحد الصوت ما شاء الله، قلت لها شكرا استاذه، قلت لها حقر العاودي تقبل كاع عينك استاذ عندك الطخ. ديك الساعه تاك اخي ديالي عيطتنا استاذه قالتنا واحد النهار هزوني انا وواحد العائله، واحد بنت عندها حفظ القران قاريه الصورات بزاف تبارك الله عليها، كانت قاريه الصورات بزاف، وانا هزوني من ديك المدرسه حيتاش عندي التجويد عندي الصوت، هزونا من ديك المدرسه مادام ديتها لهم طيارتهم في المدرسه شيت انا احسن واحد، داونا لمدرسه عبد الرحمن اللي في تشار بن ديبان اللي الناس طنجه يعرفوها، هاد المدرسه عبد الرحمن اللي في تشار بن ديبان شنو هزو نزلوا فيها، جابوا فيها كل واحد من مدرسه جابوهم تما، يعني مدارس ديال طنجه كاملين هزوا واحد 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 وحطونا في هذه المدرسه هذه باش نشوفوا شكون اللي شديد فينا تما، يا ما كلاتليش بوينو بالحق لحقت، شنو لحقت؟ لحقت الجوائز، كاين بعض الناس بعض الدراري ما لحقوش الجوائز، شاركت في ديك المسابقه هذيك طلعت المهم كنت جو باقي كنعقل جود سوره الرحمن، ملي جات النوبه ديالي تمايا طلعوا الدراري وانا عرفت بلي عند تقصى تمايا حيت جبرت دراري تبارك الله زايدين عليا، يعني جبرت دراري ايش 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 سمعتهم قلت الله يا اخي انا تاكل لي مع هذا عنده الصوت زايد عليا. الغلط اللي عملت انا في هذه المسابقه هذه هما ما كانوش كيديو غير على الصوت، كيديروا على 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 الصوت والاحترام الوقوف وتوقف داكشي بالوقفات والضمات والكسرات، ماشي هي فهمتوني يعني ماشي غير الصوت،
يعني خصك بكل وقفه توقف وديك ديك الرتحه توقف، ماشي مثلا هي الوقفه وانت تزيد في الصوره في الايه ديركس. يعني كل ايه خصك تقراها بوحديتها. من بعد عرفت انا راسي علاش خسرت، يعني انا كنت كنلعب على الصوت، كان عندي الصوت واعر كنت كنلعب غير على الصوت. كاين منكم عيقول لي بغينا نسمعوا لك واحد المقطع، نقدر نعطيكم واحد المقطع دابا، ولكن الصوت ديال دابا ماشي هو ديال شحال هادي. الصوت ديالي ملي كنت صغير ماشي هو دابا، تبدل الصوت، يقدر يكون بالدخان كمايا بزاف الحاجات. سجلت واحد البارتي في التليفون دابا عاديتك، حيتاش ما قدرت، حيتاش الكاميرا ديالي ما عنديش فيها ميكرو، الصوت ديالي كيجي مبدل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. طبيعة الحال الصوت ديالي ملي كنت صغير ماشي هو ديال دابا، دابا يقدر يجيكم الصوت عادي، ولكن ملي كنت صغير كان اي واحد كتكون كيكون باقي صغير ما كتكونش عنده الحنجوره، دابا عندي الحنجوره مابقاش عندي الصوت. وينو في ديك الوقت كان عندي الصوت باش ما نهربوش. ملي جات النوبه ديالي طلعت جوت، انا ملي جوت عرفت راسي بلي ما تاكل شي معاهم. بالحق اللي كيشرفني انني كنت من الاوائل، يعني الاول كان دا جائزه وطاوه الفلوس وشي قصص، والثاني دا غير الجائزه، والثالث كيدي القصص ولا شي حاجه. المهم انا لحقت معاهم واحد 100 درهم، لحقت معاهم واحد 100 درهم وشي القصص. واللي كيشرفني انني ديت شهاده، يعني شهاده لتجويد القران الكريم، وديت شويه ديال القصص، عطوني قصص الانبياء وكتاب الله القران، واحد 100 درهم وقيله ولا ما بقيتش عاقل. المهم الاول والثاني والثالث، انا جيت الرابع ولا الخامس، المهم ديك 5 ولا 6 الاولى كيديو الجوائز، الثانيين ما كيديو والو كيمشيو يدوم على قلبهم. هذوك اللي 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 14 و 14 هذوك ما كيديو والو. المهم انا لحقت معاهم وكيشرفني، وكنكون عملت واحد الانجاز جميل جدا اللي هو الساده كيجاب الله. انا شفار، وانا ماشي شفار، انا ولد الفقيه اكبين، انا عمر ولد الفقيه. هادشي اللي كاين كانت هادي القصه ديالي اللي كنت انا كيفاش تحولت من 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 لصين الى فقيه، من لصين الى فقيه. الاستاذة حارت فيا وقالت سبحان الله العظيم ما نحقروش هاد العيل، هذا عنده موهبة جميلة جدا. وهادشي اللي كاين، هادي القصة ديال اليوم. كاين بزاف ديال القصص عندي مقوزهم في حياتي بزاف، كاين قصص على حساب المرصى الحريق، شي طرائف استغفر الله، شي طرائف وقعوا لي في الحريق، ما وقعوا حتى شي واحد
بزاف ديال ستوريات ديال صحابي اللي عيش معاهم في الدار وكيعاودوا له شنو وقع لهم في هاد الغربه هذيك، اللي زدحاتو صاحبته، كاين اللي قتلاتو صاحبته، كاين اللي غمقات عليه، كاين اللي سحرات له. انا شخصيا عندي شي قصص مع البنات اللي درجه انني وصلت معاهم حتى السحر بغاو يسحروا لي وبزاف، وقضيه بزاف ديال القصص عندي واعرين عادي تستافدوا كاملين بيكم، عادي تستافدوا معايا وتتعلموا معايا. انا عندي تجربه في الحياه كبيره جدا، وهادشي اللي كاين الغزلان ديالي. خليكم على خير وتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. Adiós.